ما زلنا متواصلين معاكم في حصاد القمح. خلينا نروح لزميلتنا بسنت الحسيني. بسنت راحت المنوفية اللي هي الأرض الطيبة، المنوفية من المحافظات اللي زادت فيها المساحة المنزرعة من القمح السنة دي وصلت ل 126 ألف فدان. عملية التوريد بتتم دلوقتي في كل الشوان والصوامع المطورة والمجهزة بتقنيات عالية جدا لاستلام كميات القمح من المزارعين. خلينا نشوف بسنت. صباح الخير على حضراتكم من محافظة المنوفية. احنا النهاردة موجودين في نهاية موسم الحصاد لمحصول القمح، وزي ما حضراتكم شايفين ورانا محصول القمح. محافظة المنوفية من المحافظات الأكثر زراعة لمحصول القمح، وده بسبب موقعها الجغرافي في وسط الدلتا. منورنا النهاردة وكيل وزارة الزراعة الأستاذ محمد بركات التركاوي. تصبح على حضرتك. صباح الخير. أهلاً بحضرتك. صباح الخير عليكي وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا محصول القمح محصول استراتيجي للمواطن المصري، مهم جدا. السنة دي مختلف عن كل سنة، حابة حضرتك تعرفني ليه؟ فعلا السنة دي مختلف عن كل سنة عشان الأزمة السياسية الموجودة بين أوكرانيا وروسيا، فأصبح السوق العالمي مش موجود فيه، والحمد لله احنا عندنا اللي يكفينا وما نحتاجش لغاية انتهاء هذه الأزمة ان شاء الله. لكن كمان احنا السنة دي في فرق حتى في الزراعة كمان عن اي سنة تانية. احنا اتبعنا سياسة صنفية من خلال التوسع الرأسي، ان احنا السياسة الصنفية دي بتجيب معدلات انتاج زي الصنف المنزرع ده ساخة 95، وده مطابق للسياسة الصنفية، وده بيكون انتاجه فوق ال 25 ارتب للفدان. احنا يعني منذ بداية الموسم وحتى الآن في نسب زيادة في التوريد للشون والصوامع، حابة حضرتك تعرف. فعلا في نسب زيادة في التوريد للصوامع، لأن الحس الوطني عند الناس، والمزارع هو بيكون دايما هو سند الوطن وعنده الإحساس بالوضع والأزمة الاقتصادية الموجودة في العالم ما بين روسيا وأوكرانيا، فعنده الإحساس إن هو لازم يكون داعم للقرار السياسي. والحمد لله نسبة التوريد عندنا لغاية النهاردة وصلت 63 ألف طن واتنين و 128 كيلو جرام، وده نسبة توريد كويسة جدا في هذا الخصوص من السنة وبمعدلات حلوة إن شاء الله. طب احنا اتكلمنا انه السنة دي كان مختلف شوية لانه السنة دي البرد كان أطول، فده ساعد أكتر انه محصول القمح يبقى جودته حتى أحسن. فعلا جو السنة دي كان جو زي ما احنا بنقول جو شتوي، وده مناسب للقمح، والزيادة زاد الجو ده درجة الحرارة اتأخرت من حدود 20 ل 25 يوم عن المعدلات اللي كانت قبل كده، وده ساعد بدرجة كبيرة وبيفيد عملية القمح وبزود إنتاجها، وعشان كده احنا مستبشرين إن الخير كتير السنة دي إن شاء الله. استعدتوا إزاي بقى يا فندم للموسم ده؟ الاستعداد الموسم ده كان استعداد خاص من خلال لجان شكلها، وأولا حضرنا اجتماع مع معالي الوزير بخصوص أهمية موقف التوريد، وإحنا حالتنا وضعينا ايه بالظبط بخصوص المساحات المنزرعه، وعملنا اجتماع مع معالي عملنا اجتماع مع معالي المحافظ اللي هو ابراهيم ابو ليمون، على اساس شكل لجان موجوده، غرف عمليات موجوده سواء من الوحدات المجالس المدن والمهندسين الزراعيين، بحيث يكونوا متضمنين ومتكاتفين، يكونوا في الغيط بحيث الناس على التوريد، والحمد لله
ونشرنا الإحساس ده في كافة ربوع المحافظة من خلال جهاز الإرشاد، من خلال في شاشات عاملينها في كل جمعية عرضنا فيها شاشات ناطقة، وفي كل جمعية زراعية هنا في محافظة المنوفية، وبالإضافة إلى أن احنا نشرنا في الجوامع ورجال الإرشاد ورجال الإدارات الزراعية منتشرة في الغيطان عشان تحسس الناس على التوريد بمعدل لا يقل عن 12 أرداب بليل الفدان. خليني أطلع برا محافظة المنوفية وأعرف من حضرتك قدرنا ننتج قد إيه من محصول القمح السنة دي الموسم ده على جميع أنحاء الجمهورية؟ بالنسبة ل 3.3 مليون يعني 7 مليون طن إن شاء الله بمشيئة الرحمن، ده المستهدف إن يكون داخل الصوامع. وبالنسبة للمساحات المزارعة على مستوى الجمهورية على حسب معلوماتي، وبالنسبة لمحافظة المنوفية احنا عندنا 126 ألف فدان قبل التدقيق، وبعد التدقيق 117 ألف فدان بطاقة توريد 220 ألف طن، وعندنا الحمد لله الصوامع هنا جاهزة ولهذه الطاقة ومستوعباها، سواء احنا عندنا 6 صوامع وستة هناجر واثنين شونات أسفلتية، والتوريد ودي طاقة تستوعب طاقة الإنتاجية عندنا. لكن بالنسبة بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية فعلا كان عنده السبقية في زراعة الأماكن الجديدة المستصلحة، سواء كان في توشكا أو في الدلتا الجديدة أو في الأماكن الزراعية المختلفة اللي هي الأماكن الاستصلاح، وده فعلا الحمد لله كانت طفرة واستبقية من فخامة رئيس الجمهورية على أساس إن احنا نقدر نحقق المستهدف بتاعنا اللي ما نحتاجش لحد إلا في أضيق الحدود. طيب احنا عندنا 6 صوامع في المحافظة هنا في المنوفية؟ 6 صوامع في محافظة المنوفية وست هناجر، الهناجر دي عبارة عن نقط تجميع بتنقل منه للصوامع، وست شنات أسفلتية ولا يوجد شنات أترابية نهائي، عشان بقلل الهدف من الشنات ديت اللي هي الأسفلتية إنني بقلل من الفواقد اللي بتحصل في المحصول، وبالتالي الفاقد على مستوى الجمهورية بيعمل رقم كبير، في إحنا محتاجين لكل حبة قمح. كلمنا عن التسهيلات برضو اللي الحكومة عملها للمزارعين بقى نفسهم. بالنسبة للتسهيلات اللي بدأتها الدولة، بدأت في قبل موسم القمح بإعلان سعر القمح قبل ما الزراعة، فكان 820 جنيه للفدان، وده كان زيادة عن السنة اللي فاتت ب 100 جنيه، ولما أصبح الأزمة موجودة الأزمة السياسية ما بين أوكرانيا وروسيا وأصبح السوق العالمي فيه أزمة، هنا فخامة رئيس الجمهورية عمل استباقية وادى 65 جنيه حافز بعد 820، فأصبح الحافز ده كله 885 جنيه وده سعر مناسب للسوق العالمي. وغير كده كمان ان الفلوس ما بتفضلش في اللي بيورد، بياخد فلوسه بحد اقصى 48 ساعة، وفعلا ولغاية دلوقتي التوريد مستمر، مفيش حد اشتكى من المشكلة دي. طيب احنا مصر عندها رؤية استراتيجية انه في 2025 يكون في اكتفاء ذاتي للمواطنين المصريين من محصول القمح، في رأي حضرتك ان شاء الله نقدر نوصل لده؟ فعلا احنا نقدر، وفعلا الدولة بدأت في هذا الموضوع من خلال التوسع الرأس والتوسع الأفقي، فعلا ان احنا نقدر نحقق المستهدف ده على مستوى الجمهورية إن شاء الله. يمكن زمان كنا بنسمع عن إهدار لبعض المحاصيل أو من المزارعين يمكن، فإزاي بتقوموا بتعليم المزارعين إن هم يحافظوا على أي كمية موجودة من محصول القمح بالذات؟ بالنسبة لكافة المحاصيل إحنا عندنا موجود جهاز اسمه جهاز الإرشاد الموجود الإدارة المركزية للإرشاد وعلى رأسها رئيس القطاع الدكتور علاء عزوز، وقبل كده دي سياسة متوارثة قديما إن جهاز الإرشاد أي تعليمات سواء كان في العمليات الزراعية أو تطوير أي عمليات تطوير بتتم من المراكز البحثية بيتم عن طريق بيتواصلوا مع الإرشاد، والإرشاد بيوضح التعليمات الجديدة دي من خلال التوصيات اللي قالها مراكز البحوث للمزارعين، ومش كده وبس، ده بيعمل حقول إرشادية مقارنة ما بين اللي هو بيزرع عادي وما بين اللي بيزرع بالعمليات الزراعية اللي احنا بنقولها، فعشان كده بيستجيب لأنه بيشوف الفرق من ناحية الإنتاج ومن ناحية الوافر في الأسمدة، وممكن في أوقات وأصناف معينة مش في القمح ده أصناف معينة أخرى فترة الإضاءة بتاعتها
بتاعتها بتقل، فبالتالي بيقلل كمية المية المستخدمة. فعشان كده الناس بدأت من خلال الوسائل الإرشاد، من خلال الحقول المقارنة والحقول المشاهدة، بنجيب المزارعين وكبار الزراع بنوريهم الحقل على الطبيعة، فبيعرف الفرق، فهو نفسه اللي بيطلب الجديد. حضرتك كمان ورتنا دراسات يمكن صديقه للبيئه كمان. فعلا انا ده بالنسبه لعمليات المكافحه، احنا بنستخدم على طول في عمليات المكافحه الحيويه بنلجأش للتدخل الكيماوي الا في اضيق الحدود جدا، واحنا بنستخدم المكافحه الحيويه بجميع انواعها، اللي هي عشان نحصل في بعض مزارع عندنا هنا في السادات بتستخدم اورجانيك، المنتج بتاعها اورجانيك طبيعي وبيتصدر لكل انحاء العالم. مجهودات كبيرة يا فندم، واحنا شايفينها على أرض الواقع، يعني كل شكر لحضرتك الأستاذ محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية. مشاهدينا احنا دلوقتي هنروح لجولة نشوف فيها الصوامع ونتكلم مع المزارعين وناخد جولة أكتر بمناسبة ان احنا موجودين في موسم حصاد القمح. كتير قوي على الحكومة المصرية، وفرت هدر يمكن من 10-15% من محصول القمح، مما وفر على الحكومة مليارات الجنيهات. ليها كمان فوائد تانية كتيرة هيقول لنا عنها ضيفنا الأستاذ عبد المنعم منصوري، مدير عام الصوامع في محافظة المنوفية. برحب بحضرتك، صباح الخير عليك. أهلا بيك وأهلا بالبرنامج صباح الخير وكل السادة المشاهدين، وتحياتي لفخامة الرئيس ودولة معالي رئيس الوزراء وكل السادة المسؤولين. أهلا بحضرتك. يعني حابة حضرتك تقول لنا احنا عندنا كم صومعة هنا موجودة في المنطقة؟ أنا عندي هنا في صومعة شبين الكوم المعدنية 6 خلايا، كل خلية 5000 طن، سعة الصومعة كلها 30,000 طن، مخصص لي 20,000 طن قمح محلي، وفي 10,000 طن قمح مستورد. طب احكي لي لما بيجي لكم المزارع يعني بتعملوا ايه؟ من اول العمليه كلها بتقوموا بيها ازاي؟ لما بيجي لي المزارع بيدخل عندي من بوابه الصومعه، في لجنه قاعده من وزاره التموين ووزاره الزراعه والهيئه القوميه لسلامه الغذاء وعضو من اللجنه وعضو من المطاحن، بيخش المزارع او التاجر على اللجنه، بياخدوا منه عينه من العربيه بتاعته او الكميه اللي هو جايبها، بياخدوا منه عينه وتخش اللجنه تدي له الدرجه بتاعتها، على اساس الدرجه بيتحدد الناحيه الماليه له يعني. طب قدرنا يعني بنطلع قد ايه بقى يعني الواردات؟ والله انا بيجي لي كل يوم حوالي من 1200 ل 1400، بنستقبل كل يوم في اليوم الواحد من 1200 ل 1400 طن في اليوم. طب كلمني عن تحديث الصوامع تكنولوجيا. لما بناخد العينه من المزارع او التاجر، اللجنه بتدي له درجه بتاعتها على اساس الناحيه الماليه، بعد كده العربيه بتخش على ميزان البسكول عندي في الصومعه بتوزن قايم، بعد العربيه ما توزن قايم بتخش عندي على نوره الصومعه هنا اهي، بعد كده بتفضح موت القمح على النوره، بعد كده بترجع العربيه تاني توزن فاضي، على اساس كده بين القايم والفاضي بندي له كميه القمح بتاعته. بعد العربيه ما بتفضي القمح على النوره، عندي كتاين تحت في النوره القمح بيمشي فيها قواعد السوائع عندي، في سوائع عندي بترفع القمح من اسفل لاعلى، عندي فوق على الخلايا في كتان توزيع فوقها، هي كتان التوزيع فوق دي كل كتينه مخصصه ل3 خلايا، كل خليه عندي لها بوابه، الخليه اللي بنستقبل فيها بنفتح البوابه ونخزن فيها. نيجي بعد الخلايا ما تخزن وتتملي في مرحله الصرف، في عندي كتان تحت الخلايا برضو اسفل الخلايا، اللي بنصرف مثلا من اي خليه، الخليه اللي بنصرف هنا بنفتح بوابتها بتمشي في الكتينه، تيجي على السوائل تاني، السوائل بتاخد القمح ترفعه تاني لاعلى، بيخش على خلايا الصرف اللي حضرتك شايفها الثلاثه الصغيرين. طيب كلمني احنا عندنا هي الصوامع هي ورانا، نسبه استيعابها قد ايه؟ عندي 30,000، نسبه استيعابها 30,000 طن. 30 كل صومعه؟ لا، الخليه الواحده 5,000 طن. الست خلايا ب 30,000 طن. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، مخصص ل 20,000 محلي و10 مستورد عشان طحن المطاحن. بنشكرك، كل الشكر ليك الاستاذ عبد المنعم منصوري مدير عام الصوامع، وهنشوف مع بعض مشاهدينا عمليه استقبال وتوريد القمح من لما المزارع بيجيبه لغايه ما بيتم تخزينه في الصوامع، هنشوف كل ده مع بعض دلوقتي.
شفنا مع بعض باسنت الحسيني وهي في المنوفيه وهي بتنقل لنا صوره كده مبهره، اللون الاصفر والشمس اللي طالعه والخضره وراها والسماء الزرقاء، يعني احنا شايفين لوحه موجوده على الارض، وشفنا قد ايه كمان حسينا بالامان من شكل القمح. صحيح. احنا عندنا اللي امننا ويسندنا. صحيح، والاهم الرسائل كمان اللي قالتها باسنت، لان ربما الأزمة الأوكرانية الروسية وربما وقف الهند لتصدير القمح، ربما البعض بيتكلم فيه احنا عملنا ايه؟ لا، احنا عملنا وعاملين من بدري. الدولة المصرية استعدت من كذا سنة بان هي عملت عدد كبير من الصوامع، بنت عدد كبير من الصوامع اللي تقدر، هي كانت الأزمة الحقيقية ان هي تقدر تخزن كل مخزون القمح، وبالتوازي ايضا مع عمليات زراعة لعدد كبير من المحافظات المصرية.